اهلا وسهلا بيكم. النهاردة عايز اتكلم معاكم في موقع جديد اسمه موقع بونص بيتكوين. طبعا الموقع انا متوقع له انه يكون جيد جدا في ربح البيتكوين، وخاصة ان فيه مميزات كتير. يعني من اهم مميزاته اول حاجة ان هو بيديك عدد معين من الساتوشي، بيوصل من 200 ل 5000 ساتوشي كل ربع ساعة. طبعا المتوسط، يعني انا عن نفسي انا المتوسط بتاعي مثلا حوالي 400 ساتوشي في المرة الواحدة، فيعني 1600 ساتوشي في الساعة، يعني في الـ 8 ساعات بيبقى رقم كويس جدا، اللي هو نقول 1600 ساتوشي في متوسط. مثلا هشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني بيديني 12800 ساتوشي في اليوم في 30 يوم، ب 384000 ساتوشي في الشهر. مش بس كده، لا في مميزات تانية كمان. طبعا طبعا ده 400، ده المتوسط، يعني في ممكن يوصل ل 5000 ساتوشي في المرة الواحدة. طبعا من ضمن مميزاته انه بيدي 5% ديلي بونص، حاجة اسمها ديلي بونص 5%، يعني عدد الساتوشي اللي انت اللي عندك في رصيدك في الموقع، هو بيديك عليهم 5% يومي. وهوضح لكم كل ده، اوضح لكم كل ده في الشرح. تاني حاجة او تالت حاجة ان السحب بتاعه، يعني انا سحبت النهاردة في خلال ساعتين، هو كان محول لي الرصيد، فيعني يعتبر ان هو السحب بتاعه فوري. رابع حاجة انه بيدي 50% في الريفر كوميشن، يعني لو انت دعيت حد من اصدقائك بتاخد 50% من بتاخد 50% عمولة من الريفيرال دوت. طيب خلينا نشرح الموقع ماشي ازاي. اول حاجه انا عشان اشتغل على الموقع دوت، طبعا هتلاقوا الرابط بتاع الموقع في الفيديو تحت. اول حاجه بعمل ساين ان، بعمل ريجستر على الموقع. عادي جدا، انا بدخل الايميل بتاعي في اول حاجه، وبعد كده طبعا انا مسجل قبل كده، انا بس بوريكو يعني ازاي تسجله. بعد كده بدخل باسورد ايا كان، بيقبل اي باسورد وبكونفير. وبعد كده بيبقى حاجه اسمها الهيومن فاريكشن، بعلم عليها. خلاص طبعا هنا عمل لي صح على طول. ممكن ان هو يلاقي يجيب لي صور معينه ويطلب مني ان اختار بعض، بختار منها صور معينة. المهم انه لازم يعمل علامة الصح ديت، عشان ده اللي هي ان انت مش روبوت يعني. وبعلم على بليز كونفيرم، وبعمل ريجستر. بس انا عامل ريجستر قبل كده فانا مش هكمل. هو سهل جدا التسجيل فيه، لكن انا هعمل ساين ان. اخش على الاكونت بتاعي. طبعا هنا ده اللي انا باخده كل ربع ساعة، دي الارقام اللي انا خدتها كل ربع ساعة، ما بين 200، اقل حاجة يعني كانت 207، ووصلت لحد 1300. بس انا طبعا مش شغال طول النهار زي ما كنت بقول لكم. طبعا ده السحب بتاعي اهو النهاردة، ده السحب زي ما انتم شايفين. طبعا انا سحبت 10000 ساتوشي، وهم بالفعل وصلوا للحساب بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. طيب طريقة الشغل ازاي بقى؟ ان انا بعد ما عملت ساين ان بدوس على حاجة اسمها فاست.
بعلم على ايام نوت ريبوت، ريس الشجر يعني، بعلم على اي صورة فيها شجر اهي، بقول له ندوس كده خلاص، عملنا علامة الصح، ندوس كلايم ناو، اداني 282 ساتوشي. طبعا كل يوم بيديك 5% ديلي بونص، يعني انت مثلا ممكن لو ضغطت شغل في مدة شهر مظبوط كل ربع ساعة وضغطت عليه شغل جامد وبعد كده ما اشتغلتش تاني، خلاص هو بيديك كل يوم بيضيف لك 5% عمولة على الساتوشي اللي عنده في الحساب. يعني أرجو أن أكون شرحت الموقع بسهولة وكان واضح شرحي، أرجو التسجيل، رابط